السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة هنبتدي نشرح مع بعض منهج كونكت برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، وده من كتاب المعاصر المنهج الجديد 2023 الترم الأول طبقا لآخر تعديل من الوزارة. هنشرح مع بعض حلقات كتيرة نخلص فيها المنهج ده مع بعض ان شاء الله قبل ما الترم ينتهي. واحنا بنشرح برضو دلوقتي كونكت بلس نفس المنهج ثالثه ابتدائي الترم الاول من الكتب الجديده، وبنشرح مع بعض كمان الديسكفر، وبنشرح مع بعض كمان الماث، وهنخلصهم مع بعض ان شاء الله قبل ما الترم ينتهي، بحيث ان انت تقدر تراجع وتخلص دروسك اول باول. فيهم ورك هناخده كل اسبوع لازم تحلوه علشان تبقوا جاهزين للدروس الجديدة. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده الكتاب الجديد زي ما قلنا، نبتدي نشرح منه مع بعض، وهنروح ليونت 1 I feel happy. I feel happy او انا اشعر بالسعادة، يونت 1. وطبعا lesson 1 او الدرس الاول، وطبعا اول حاجة فيها الكلمات الجديدة المهمة اللي احنا لازم نعرفها مع بعض. احنا ان شاء الله هناخد كل مرة 3 lessons او 3 دروس علشان نخلص المنهج طبقا للتعديل الاخير. واول حاجة عندنا كلمة happy، excited، excited يعني متحمس، happy يعني سعيد، hungry، hungry يعني جائع، I feel يعني انا اشعر، thirsty، thirsty يعني عطشان، angry غاضب، sad حزين، tired متعب او مرهق. تمام، sad حزين و tired متعب او مرهق. طبعا دي feelings او احاسيس بيشعر بيها اي حد، علشان كده بيقول I feel انا اشعر. فطبعا دي feelings او احاسيس بيشعر بيها اي حد، علشان كده بيقول I feel. تعالوا نقرا مع بعض الدرس. I feel happy today. How do you feel, Hannah? Hannah بترد عليه وبتقول له I feel excited. Daddy is coming home soon. How do you feel, Yusuf? It is hot. I feel thirsty. Me too. And I feel hungry. Let's go to the kitchen to have something to eat. تمام، الموضوع سهل جدا وبسيط. طبعا في هنا تحت الباراجراف ده choose كده لازم نحله، ده هوم ورك عليكم. طبعا هنا ده هوم ورك برضو، احنا المفروض ان احنا كبرنا وبقينا اشطر من كده بكتير، بس هو لسه بيعلمنا ازاي نكتب دادي ونكتب كم هوم، نكتب today hot eat me too و how. ده هوم ورك برضو، لازم نبقى حافظين الكلمات دي نعرف ازاي بتتكتب بشكل سليم. وطبعا هنا هوم ورك كمان، هنا الاكسبرس فيلينجز او ان احنا نعبر عن مشاعرنا. فهنا بيقول لك بنقول I feel وبعدين بتيجي الادجكتيف او الصفة، انا اشعر وبعدين الصفة. زي هنا صديقتنا ما بتقول I feel happy. I feel happy. I feel thirsty. I feel thirsty أو أنا أشعر بالعطش. طبعا هنا السؤال عن المشاعر، لما تسأل عن حد تسأل حد هو حاسس بإيه، فبتقول له How do you feel. How do you feel يعني كيف تشعر. فهنا بيقول How do you feel. فهي بترد عليه بتقول له I feel angry. I feel angry أو أنا أشعر بالغضب. وهنا طبعا تحت منها exercise صغير، ده homework. البانكتيويشن ماركس او علامات الترقيم، وطبعا دي موجودة عندنا حلقة في القناة موجودة عن علامات الترقيم كاملة، احنا ناخد جزء منها النهاردة. هي موجودة في الحلقة دي كاملة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية، كمان تقدر تشوفها لو عايز تعرف كل علامات الترقيم وتقدر تجاوب اي سؤال عليها بمنتهى السهولة. هنا عندنا في lesson 1 بعض علامات الترقيم، اولها طبعا الاكسكليميشن مارك او علامة التعجب. امتى بحط اكسكليميشن مارك او علامة تعجب؟ بشعر بسترونج فيلينجز او شعور باحساس قوي، او احساس لما بشعر باحساس قوي
زي مثلا لما أقول what a nice flower، يا لها من زهرة جميلة، يا لها من زهرة شكلها حلو. لما أقول برضو I am very excited، I am very excited، أنا متحمس جدا، أنا مبسوط جدا. لما أقول برضو I feel very angry، I feel very angry، أنا بشعر بالغضب الشديد، أنا حاسس إن أنا غضبان جدا. فأنا لما باجي أعبر عن strong feelings أو مشاعر قوية قوي بستخدم ال exclamation mark أو علامة التعجب. فهنا طبعا هنا homework لازم نحلها، ده homework علينا. طبعا هنا بنحفظ ال feelings المختلفة ونكتبها تحت كل كلمة، ده homework علينا. وطبعا الاكتيفيتي بتاعت ليسون 1 دي هوم ورك علينا. ولو في حاجه وقفت قدامكم في الهوم ورك ده يا ريت تبعتوا لي في التعليقات، هقدر اجاوب عليها بمنتهى السهوله على طول. احنا بنستخدم مع بعض نفس الكتب ونفس المنهج. هنا ليسون 1 بس ده بارت 2 او الجزء الثاني، سيلف اكسبريشن talking about feelings، ان انت تعبر عن نفسك وبتتكلم عن المشاعر اللي انت حاسس بيها. فبيقولك هنا listen and read، استمع واقرأ. how does mommy feel، او ازاي بتشعر ماما دلوقتي، ماما بتشعر بايه. فهنا اقرأ هنا mommy how do you feel، mommy I feel unhappy، unhappy يعني غير سعيدة، يعني sad يعني حزينة، and tired، هنا tired يعني متعبة. هنا why mommy because I have a lot of things to do and I must clean the kitchen. هنا I can help you and so can honey. We can clean the kitchen. Mommy are you sure. هنا yes it is good to help you. Mommy now I am very happy. Thank you. You are very kind. Children يعني أطفال، أنتوا أطفال كويسين جدا وطيبين جدا. طبعا هنا في الصورة الثانية هنا look and read، اقرأ وانظر واقرأ. فهنا مام قاعدة وهم بيطمنوها بيحاولوا يساعدوها، فبيقولوا هنا Honey and Hannah are at home in their living room. They are talking to mommy. Mommy feels unhappy and tired. Hannah and Hani can help here. They can clean the kitchen now. Mommy is very happy. تمام كده، وبيعبر لك ان هم قالوا لها هنساعدك وهننظف المطبخ، فبالتالي هي بقت سعيده جدا. طبعا دي سينج ا سونج او غني اغنيه، ودي سونج كده جميله عندنا. هنا بيقول I feel thirsty thirsty thirsty. How do you feel? I feel angry, angry, angry. How do you feel? I feel hungry, hungry, hungry. How do you feel? I feel happy, happy, happy. And we hope you do too. دي أغنية كده جميلة وبسيطة. تعالوا نشوف بعد كده عندنا الأكتيفيتيز الخاصة بليسون 1 بارت 2 the homework. تعالوا نروح لليسون 2 and 3. طبعا هي فيها ساينس، جزء من الساينس كده healthy lifestyle أو نظام الحياة الصحي، وإيشوز أو مشاكل أو الحاجات اللي بتضر صحتنا، الأشياء الضارة بالصحة. فlisten and repeat، استمع وكرر. فبيقولك healthy lifestyle أو الحياة الصحية، نظام الحياة الصحية. فبيقولك don't go by car. Drink water, exercise, go outside, eat fruit and vegetables, play sports, walk to school, sleep for 8 hours every day. 8 hours every day. دي الحاجات اللي تخليك صحتك كويسة. ان انت don't go by car، ما تروحش اي حتة بالعربية بسهولة كده. لا، مشي رجلك شوية. Drink water، اشرب مية كتير علشان تبقى بصحة كويسة. Exercise، اتدرب. Go outside، اخرج. Eat fruit and vegetables، كل خضار وكل فاكهة. Play sports، العب رياضة. Walk to school، امشي للمدرسة. Sleep 8 hours every night، نام 8 ساعات كل ليلة علشان تبقى بصحة كويسة. ده الهيلثي
lifestyle. طيب ال unhealthy lifestyle أو الحاجات الغير صحية، نظام الحياة غير الصحي اللي بيضر بصحتنا، بيقول لك هنا eat chocolate cake, drink cola, watch television, play video games, play board games, sleep for 4 hours. ان انت لما تاكل eat chocolate cake، لما تقعد تعيش على الحلويات والشوكليت كيك، كيك الشوكولاتة، هتبقى بصحة سيئة. drink cola، تقعد تشرب كولا دي والمياه الغازية دي هتضر صحتك. watch television، ان انت ده وقت كتير ان انت تتفرج على التلفزيون، ده هيضر صحتك. play video games، ان انت تلعب العاب فيديو بشكل كتير، ده هيضر صحتك. play board games، ان انت تلعب العاب اللوحية دي زي السلم والتعبان وغيره، ده برضو فترات طويلة هيضر صحتك. sleep 4 hours، sleep for 4 hours، ان انت تنام 4 ساعات بس، ده هيضر صحتك خالص. طبعا هنا مديلك صور ومديلك الحاجات، يقولك play، هتلعب لسبورتس، تنس، فوتبول، بورد جيمز، فيديو، فيديو جيمز، وهتقرأ طبعا وهتعمل تريس هنا، تمشي على النقط دي عشان تكتب play. طبعا ده هوم وورك، سهل جدا، وده هوم وورك طبعا وحفظ في نفس الوقت، علشان خاطر هنا مديلك كلمات جميلة قوي. فبيقول لك هنا مثلا lunch box, prepare, making, make as the sandwich, strong, fresh, cucumber, carrot. بعد كده مدينا look and read. look and read هنا اقرأ، انظر واقرأ. تعال نقرأ مع بعض. My name is Amira. Look at my health lunchbox. I help my mom prepare my lunchbox. I wash the vegetables and fruits. My mom cuts the carrots and the cucumbers, and I make the sandwiches. A sandwich. I don't like to drink cola. Mom makes some fresh orange juice and on some days I take a bottle of milk. I like healthy food because it makes me feel strong. تمام. هنا طبعا الكلمات اللي مكتوبة بالريد لاين دي جنبها ارقام كده، معناها موجود هنا المعنى بتاعها. لو انت نسيت معنى الكلمة هتبص هنا هتلاقي معنى الكلمة، فهو بيساعدك ان انت تقرأ وتفتكر كمان معاني الكلمات بمنتهى السهولة. الصفحة اللي بعد كده هنا بيقول لك write healthy beside the good habits. habits يعني عادات. اكتب healthy او صحي بجنب العادات الصحية، and unhealthy وغير صحي beside the bad habits او العادات السيئة. فهنا بيقول لك eating vegetables and fruits. هنا كتب لك healthy. تعال نشوف هنا drinking fresh orange juice. healthy. شاطر. playing video games for many hours. many hours. unhealthy. washing our hands after going to the bathroom. healthy. طب. eating too much chocolate cake. unhealthy. watching television for a long time. unhealthy. شاطر. بكده احنا عرفنا ايه الهيلثي وايه الانهيلثي. هنا بيحفظك بعض الكلمات، مديلك تحت كل كلمة مساحة تكتب فيها معنى الكلمة عشان تحفظها. ده طبعا هوم وورك وحفظ في نفس الوقت. وطبعا الاكتيفيتي بتاعت ليسون 2 و 3 ده هوم وورك. ده انتهينا من درس النهاردة لحد صفحة 43. المرة الجاية ان شاء الله ناخد 3 دروس كمان او 3 ليسونز. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.